ربنا يبارك لها. انا بقى عشان هي بتعمل مجهود ان هي بتقسم وترتبهم لي. ايوه يا حبيبتي غير المره اللي ربنا يبارك لها. كنا بندعي لها والله. الله يخليك يا حبيبتي. انا بشكرها جدا. ربنا يكرمها. كمان هي بتدي الورده الجميله دي. الورد بيجيب الورد. يعني انا والله مش عارفه اعمل ايه. الورد بيجيب الورد. عشان تفتح نفسك. ايوه الورد بيجيب الورد. انا ان شاء الله النهارده هتلاقوا ندوه مختلفه تماما. اول حاجه بقول لكم كلكم انتم منورين هنا. حياتك منوره جدا. واحلى حاجه في يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه ان انا وبتقابل معاكم. واحنا والله اتعودنا عليك. اسعد والله يا حبيبتي اسعد. تاني حاجه انا حد يجيب كراسي هنا تعالوا اقعدوا تشرفوا. انا عندي صور ايجابيه كتير. لكن الحمد لله الصوره دي عشان ما تتنساش من دماغكم. انا دورت على سلم هو مكسر عشان افهم ولادي وبناتي اللي هم في سن النمو والاقبال على الحياه ان هي الدنيا دار ابتلاء وليست الجنه. فهو السلم عندنا هنا صح في سلمتين. يعني لازم الواحد يبذل مجهود علشان يقدر يعمل ايه علشان يقدر يكمل لفوق. ومكتوب كفاح حتى النجاح. هو ده اللي انا عايزاكم تقولوا لها. ان شاء الله احنا نجاح. مش هنلاقيها خضرة خضرة خضرة. احنا اللي هنخضرها. صح يا رب. في حاجه برضو موجوده عندنا ان قد ينهار البيت لاي سبب. صح. الجدار ده ايه؟ يخسر. سوره الكهف سيدنا الخضر عمل ايه؟ بنى جدار. صح. عشان يحفظ لليتامى ورثهم. والورث. هنا الجدار اتكسر. ايا كان سبب كسره الجدار. شيطان. فنتاكد ان ربنا عايزنا نبص لابعد من ايه قفله الجدار ده. يعني عايز يقول ان انا ممكن يكون الجدار ده اتهد عشان انا ما عملتش حمايه لودني من الكلام اللي بيجيلي. كل حاجه صدقتها. او نبص بقى للصوره دي. كانت الاضاءه ضعيفه او ما كنتش على بينه من امري. فبدال ما انا اسد وداني واغمض عيني واسكت عملت العكس. فأي حد فينا يلاقي نفسه مش على بينة من أمر شيء هو يتأكد عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مفعلتهم نادمين. تمام. ده صورة أجي بيت أهو وشبهه بتدققوا شوية بس أهو. يعني ده ده سليم كويس. وده ده مش سليم. مش سليم. بقايا بيت كسر عشان دول. ايوه النور والضوء. ايوه ده اللي منور وده اللي مضلم. ده اللي منور ده مظلم اهو. ايوه ده منور وده منور. ايوه وده البالونات هي منتعشه. ده اللي كويس المنور. طبعا طبعا انا بتكلم حضرتك. طبعا كويس المنور اهو. انا كده دي كده المنور اهو يا جماعه اهو. صح صح. والمظلم المنتهي اهو. فبعد دايما كل مصيبه ربنا بيجيب فرق. الله خلاص على عسر يسر. ايوه. اخر حاجه لما اشوف حاجه جميله على طول احمي اللي قدامي. اقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. السلام عليك يا مؤيد. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي كان جزء اللي اسمه ايه؟ اللي هو تنميه بشريه. ده بقى حاجه كويسه ان وزاره الثقافه عملت مسابقه ووزعت جوائز في مسابقه اسمها المبدع الصغير. وده شيء كويس في حد ذاته. ليه؟ لان دلوقتي حته ان احنا نتعلم دي يعني بتتفاوت مدارس ومدارس لا. يعني في ناس بتتعلم كويس قوي في ناس نص نص وفي ناس بتهرب من المدرسه. أيوه. فاحنا مش هنقدر نحكم الناس اللي بتهرب ولا هنقدر نخلي اللي هم متعلمين كويس قوي يكبوا شويه علم على اللي هم ايه نص نص. اللي هم نص نص قوي مش متعلمين خالص. ودول انا بشوفهم كتير جدا بصراحه من ساعه ما رجعت تاني الخدمه. يعني بلاقيها هاي كلاس للاسف. يعني ايه هاي كلاس؟ يعني لابسالي مظبوط قوي وحلو قوي وكله تمام طب نقرا بقى ما بتعرفش تقرا. هي هربت من المدرسه عشان المناهج كانت قويه وطبعا الدروس وكده برده ما جابتش نتيجه. ف
فهم عملوا وزاره الثقافه اللي حكايه مسابقه المبدع الصغير دي، والمفاجاه الحلوه ان كان من ضمنهم اللي هم الفايزين من محافظه سوهاج، هيعلموا الناس اللي سوهاج اللي هي في الصعيد. أيوة. والوادي الجديد. كويس. يعني معنى كده مش مساله المدرسه فين، المدارس اهي، المدرسه بمدرسينها مش بمكانها. تمام. صح. وكان عدد المتقدمين للمسابقه دي اللي هي المبدع الصغير دي كام؟ 10,000 متقدم. والاهم بقى ان هم وعدوا الناس اللي فازوا دول ان هم هيدوهم جوائز وكل حاجه، وعطوهم فعلا، بس قالوا لهم هنتابعكم. شفتوا بقى الكلمه؟ خدوا اهي، هنتابعكم في جميع المجالات اللي هي الادب والقصه والمسرحيات والاداء العلمي، الاختراعات، الكلام ده. يعني مش ثابته على حاجه واحده معينه. دي كانت ايه ايجابيات.